السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة هنبتدي نشرح صفحة 121 في الكتاب شابتر 2 ليسون 4. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا عارفين كلنا شابتر 2 اسمه Helping My Habitat. Helping My Habitat يعني مساعدة الموطن بتاعي، مساعدة موطني، وHabitat يعني موطن أو مكان المعيشة. Lesson 4 اسمه Birds of Egypt. Birds يعني طيور of Egypt الموجودة في مصر. وطبعا هنا بيقول لنا read the information below، اقرأ المعلومات الموجودة بالأسفل. think about، فكر فيها، and discuss the questions، وناقش الأسئلة اللي انت هتاخدها بعد كده وفكر فيها بعقلك وجاوب عليها. فهنا بيقول لنا there are many species، species يعني فصائل of birds in Egypt، في فصائل كتيرة، في أنواع كتيرة من الطيور في مصر. species يعني فصائل، يعني أنواع of birds من الطيور in Egypt في مصر. which birds live near you؟ أي الطيور اللي عايشة قريب منك؟ في طيور أكيد عايشة في المكان اللي أنت عايش فيه، فبيقول لك هنا أي طيور عايشة في المكان قريب منك. near يعني بالقرب من، ويو منك أنت. which أي birds الطيور live near you؟ أي طيور عايشة بالقرب منك؟ In what habitat might the birds live؟ في أي نوع من المواطن الطيور ممكن تعيش؟ فبيقول لك أول حاجة هنا the egret اللي هو أبو قردان اللي هو صديق الفلاح is also called the farmer's friend. هو مسمينه برضو صديق الفلاح. ليه هم كانوا مسمينه farmer's friend أو صديق الفلاح؟ لأن هو بيساعد الفلاح في ان هو يأكل بعض الديدان اللي ضارة بالنباتات، فبيخلص له عليها وبالتالي هو بيساعده. وهو بيعمل العملية دي كمان ساعات، بيعمل له كده ثقوب في السويل او في التربة اللي هو بيزرع فيها، فبتساعده ان هو يزرع النباتات بشكل احسن. فبالتالي على مر السنين سموه farmer's friend او صديق الفلاح، هو الإجرت او ابو قردان. هنا تاني حاجة بيقول لنا the voices of female، أصوات إناث الطيور، and male وذكور الطيور. Egyptian geese طبعا هنا الجمع بتاع goes اللي هي أوزة. Egyptian geese اللي هي الأوز المصري are different يعني مختلفة. يبقى بيقول لك هنا الصوت بتاع الفيميل اللي هي الأنثى، والميل اللي هو الذكر، بتاع الايجيبشن جيس او الاوز المصري ار ديفرنت. دي معلومه مهمه. بيقول لك كمان ذا دوف او الحمام او اليمام is common to many parts of Egypt. is common يعني شائع، يعني موجود بكثره. to many parts of Egypt في اجزاء كتيره من مصر. يبقى هنا ادانا شويه معلومات مهمه قوي عن البيرتس اوف ايجيبت. اول حاجه اتكلمنا عن الايجرت او ابو رذان ان هو الفارمرز فريند. تاني حاجة اتكلمنا عن الايجيبشن جيس او الاوزن المصري ان الفويسز او الاصوات بتاعت الفيميل والميل are different او مختلفة. تالت حاجة قال لنا the dove is common to many parts of Egypt او الحمام او اليمام common يعني موجود بشكل شائع في اجزاء كتيرة في مصر او to many parts of Egypt. ونروح للصفحة اللي بعد كده، خليكم معايا. بيقول لنا هنا habitats in Egypt او المواطن او البيئات الموجودة في مصر اللي بيعيش فيها الكائنات المختلفة. اول حاجة بيقول لنا connect different habitats او وصل المواطن المختلفة to the plants and animals للنباتات والحيوانات that you would expect اللي انت ممكن تتوقع، expect يعني يتوقع، to find in those habitats اللي انت تتوقع ان انت تلاقيها في الهابيتات دي او في المواطن دي. an animal or plant في حيوان او نبات
may live in more than one habitat، ممكن يعيش في أكتر من موطن من المواطن دي. فأول حاجة بيقول لنا bird طائر، tree شجرة، beetle beetle يعني خنفساء اللي هي الخنفسة، fish يعني سمكة، mouse يعني فأر، bumblebee يعني نحلة طنانة، flower يعني وردة أو زهرة، fox يعني ثعلب، وcat يعني قطة. ومدينا 4 habitats أو 4 مواطن. أول حاجة السيتي أو المدينة، تاني حاجة الديزرت أو الصحراء، تالت حاجة السي أو البحر، رابع حاجة الفورست أو الغابة. فطبعا أول حاجة البيرد بيعيش فين؟ البيرد ممكن يعيش في السيتي، ممكن كمان يعيش في الفورست، ممكن كمان يعيش في الديزرت. على فكرة عادي ممكن تلاقي بيردز في الديزرت. يبقى عندنا هنا البيرد بيعيش في أكتر من هابيتات أو في أكتر من موطن. طب التري بتعيش فين؟ التري ممكن تبقى في السيتي، ممكن كمان تبقى في الفورست أو الغابة. طب البيتل أو الخنفساء بتعيش فين؟ البيتل بتعيش في السيتي برضو عادي، احنا بنشوفها في الشارع ساعات، وممكن كمان تعيش في الديزرت او في الصحراء، وممكن كمان تعيش في الفورست او الغابة. طيب الفيش ممكن تعيش في السيتي؟ لا، ممكن تعيش في الديزرت. عمرك شفت سمكة ماشية في الصحراء؟ لا، الفيش بتعيش في السي بس او في البحر بس او الاوشن يعني. الماوس بيعيش فين؟ الماوس ممكن يعيش في السيتي، الماوس ممكن يعيش في الديزرت، لا في السي او في الاوشن لا، بس بيعيش في الفورست برضو. طب البامبل بي او النحلة الطنانة، البامبل بي او النحلة الطنانة بتعيش فين؟ ممكن تعيش في السيتي برضو، وممكن تعيش في الفورست، لكن عمرك ما تلاقي بامبل بي في الديزرت. طيب الفلاور او الزهرة ممكن تعيش فين؟ الفلاور ممكن تعيش في السيتي، ممكن تعيش في الفورست، ما بتعيش في الديزرت، ما فيش زهور في الصحراء، وبرضو في الاوشن او السي ما فيش. طب الفوكس بيعيش فين؟ الفوكس ممكن يعيش في الفورست، وممكن يعيش كمان في الديزرت برضو. طيب الكات او القطة اخر حاجة، الكات او القطة ممكن تعيش في السيتي زي ما احنا عارفين كلنا، وفي كمان كات ممكن تعيش في الفورست زي ما احنا عارفين كلنا. طبعا احنا هنا وصلنا كل انيمال او كل حيوان وكل بلانت او كل نبات بالهابيتاتس الموجودة عندنا، ونتنقل للصفحة اللي بعد كده، خليكم معايا وناخد مع بعض research notes او ملاحظات البحث. هو بيطلب منك هنا ان انت تعمل research او بحث وتكتب النوتس بتاعتك او الملاحظات بتاعتك. فبيقول لك هنا choose a local animal، اختار حيوان محلي، حيوان عايش معاك في نفس الهابيتات اللي انت عايش فيه، to research علشان تعمل عنه بحث. write 3 important facts، اكتب 3 معلومات هامة، that will help you in your share project، that will help you اللي ممكن تساعدك، التي سوف تساعدك in your share project في مشاركة المشروع بتاعك، لان انت هتعمل الريسيرش ده وهتشاركه او تعمله شيرينج مع الكلاس روم بتاعك اللي انت موجود فيه، وتقول لهم انا توصلت المعلومات دي الخاصة بالانيمال اللي انا اتكلمت عنه. فبيقول لك هنا my animal او الحيوان بتاعي، هتكتب هنا اسم الانيمال، مثلا ممكن نكتب هنا cat، الانيمال اللي احنا نعمل عنه research هو الكات. وبيقول لك هنا اكتب 3 facts او 3 حقائق خاصة بالكات. فطبعا اول fact ممكن نكتبها، نقول ان cat live in a city، cat eats meat and cheese and drink milk. تالت حاجة ممكن كمان نقول cat has a good sense of hearing،
شاطر. cat has a good sense of hearing، أو القطة عندها حاسة سمع، أو القطة عندها حاسة سمع قوية. فبيقول لك هنا I found my information، هنقول إيه؟ useful. useful useful أو مفيدة. ممكن تكتب أنت three facts تانية عن animal تاني خالص، المهم أن أنت تعمل هنا research بتاعك وتكتب three facts أو ثلاث حقائق الخاصة بالانيمال اللي أنت هتتكلم عنه، وهتقول في الآخر I found my information، أو أنا لقيت أن المعلومات بتاعتي useful مفيدة important مهمة وهكذا. وبكده نكون أنهينا lesson 4 أو الدرس الرابع في chapter 2، وأتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم أن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.